الرياضة المغربية موعدها مع المجد في العام الذي ودعناه. دورة أولمبية في ريو دي جانيرو البرازيلية شكلت محطة لكشف العديد من عيوب هذه الرياضة. 49 رياضيا يمثلون 13 نوعا رياضيا كان الإقصاء مسيرهم في الأدوار الأولى ما عدا القلة منهم، قبل أن ينقذ الملاكم محمد ربيعي ماء وجه الرياضة المغربية ببرونزية في الملاكمة عن وزن 69 كيلوغراما. كانت سنة ديال خيبة الأمل، سنة ديال الإخفاقات بامتياز، والحصيلة الإجمالية أني حصيلة سلبية، وكانت يعني الميدالية النحاسية ديال محمد ربيعي كانت هي الوحيدة اللي أنقذت ماء وجه الرياضة المغربية في الأولمبية اللي كان فيه حضور باهت، رغم أن كما كنا حاضرين بعدد كبير ديال الرياضيين ولكن على مستوى النتائج، فلولا الميدالية النحاسية ديال ربيعي فكنا غنخرجوا خاوي الوفاض من هذا الحدث العالمي، وهو الحدث اللي كيكون مثابة تقييم المستوى اللي وصلت فيه الرياضة في كل بلاد. ولئن كانت دورة ريو دي جانيرو شاهدة على حضور تاريخي لرياضة الفروسية في تخصص القفز على الحواجز من خلال عبد الكبير والدار والغولف النسوي عبر مها الحديوي، فإن هذه التظاهرة سجلت حدث اعتقال الملاكم حسن سعادة بتهمة التحرش الجنسي، ما فوت عليه المشاركة في المنافسة. حدث آخر سبق هذه الألعاب تمثل في منع الملاكمين حمزة البربري وسعيد هرنوف من المشاركة بسبب قضية منشطات. للأسف أن الوقت للرياضة عرفت واحد التمويل مهم، النتائج ما سيرتش، لأن كان في تعليم خلل على المستوى البشري بسبب الأطور والتكوين والتجهيزات الرياضية، وبالتالي فغنبقاو دائما ظروف ديك الحلقة المفلقة اللي ما نقدرش نخرجوا منها. رياضيو ذوي الاحتياجات الخاصة شكلوا نقطة ضوء في العام الذي ودعناه بصعودهم منصات تتويج الألعاب البارا أولمبية 7 مرات، بحصولهم على ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات. ميمكنش نهضروا على حصيلة عالمية بقدر ما نذكروا الآن على احنا فاتحين أوراج، ممكن كاين اللي غايقول بأن احنا فاتحين أوراج وحنا نشتغل على كل، احنا ننتظروا احنا نهاية هذه الأوراج وننتظروا النتائج، أما الحصيلة الرياضية فتظهر بأنها بقى في نفس المستوى اللي كانت عليه هذه مدة، وحنا دائما في انتظار الجديد. تطور ملحوظ في البنية التحتية مقابل إنجازات قليلة جدا رغم توفر اعتمادات مالية ضخمة، إنها عناوين ميزت عاما مضى من تاريخ الرياضة المغربية صارت تثير الكثير من النقاش.